يلا رجعنا وياكم حبايبي الحلوين وحلقه جديده جوعان من برنامج جوعان. ايش فيكم طالع زعلك؟ انت مو تقولي مستعجله، صار لي ساعتين طالع استمرج. قلت جوعانه شنو علاقه؟ حلوه هاي ترى كان كان قاطع كان قاطع كنت قاطع علي مطلع لسان استاذ. شنو قاطع غير انت كنت تلغي وكاميرا احترم نفسك كاظم. شنو تلغي؟ كنت تلغي احترم نفسك انت مقدم احترم نفسك كاظم. اثنيناتنا نسوي احترم نفسك. انت عندك شويه تماره؟ عندك شويه تماره؟ انت عندك شويه تماره؟ ما عندي شويه. عندك مشكله وياها؟ اي عندي تغار من عندها. احترم نفسك. لا شنو انت ليش معارضه؟ ليش احنا محترمين نفسنا؟ عيني يا رجال وانا بنيه عيني محترمين نفسنا. كاظم كاظم يعني شوي حط رجلك في القاع. الله يخليك. يلا برك تسالني انا تمشي اساسي واطلع. شنو قاعد انا ويا اي خذها كمل بعدين عود انتم بالمونتاج تسوى. انا بالمونتاج انا لو صاحبه مونتاج اصلا اشلفك من المونتاج. يلا استاذ استاذ ما تحكي انت استاذ ليت يعني شو ذا براسي كل هالغار ما ادري شنو يشاخون. شنو ماكو شقه ترى انا بدي اكمل وراي حلقه بعد. يلا استاذ يلا يلا اسفين يا ابي. يا استاذ ليت مصاله ساعتين تتجاوز تتجاوز وتقلل من قيمه الضيف المقابله. يا حبيبي ترى انا ما عندي سالفه لا اقلل ولا اسوي. لا تحكي لا تسكت تتهم. لا صير ما يصير هيجي فدوه وعلي منع. يلا يا ابي يلا قدم تقدم. يلا استرخي استرخي والله انا مسترخي. مو تتوفين استرخي. يلا عيني علي لو علي والله العظيم والله لا عاب حلقك بس عيب على الرجال يبدل. والله عيب بالله العظيم عيب على الرجال يبدل. انت تعرف علي منو حكيتها؟ اي ما يخالف ما يخالف. يلا يلا تكفي ان شاء الله. ما يشوف بالمرخل عمل عمام. يلا سمون خلو كانك فرن ما صمون. نكمل ولا منو؟ الله نكمل ولا انت شنو عندك تنكر مال الحمار المخطط؟ لابسها؟ لا لا حديقه مال الكرافس. وينك مخطط؟ انا لابس مخطط. انا لابس مخطط. شنو الكرافس ابيض هيك صاير؟ رصاصي؟ اي من الشمس. دقيت الشمس. اي صحيح اي. يلا يلا احكي انت. لابس قميص كان رصيف. احكي. لو تدري ايش قد مكلفنا هذا التخطيط. يا ابا الله يخليك والله ما يعرف كل خطوه قد مكلفنا. يلا عيني يلا عندي تسجيل انا صرت كذب. جره عدل ولا حتى يمشي الوقت؟ جره عدل جره عدل حتى يمشي الوقت. شنو جره عدل؟ والفاظك عيب انت بنيه يا معود الله يخليك ولا ما ادري شنو. يلا 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 قبالك شنو انت بنيه انثى؟ يلا يلا بعد ولو انا شو كنت انثى؟ يلا ما يخالف والله كاظم خليني اكمل. ما ينطون الطبر شو اسمه الكاظم القريشي الك ايش بيها النساء على هالرجوله هاي رب العراق احسن حتى الامثالك ذولا اللي مثلك هيك نصير وياهم. اذا هيك راح يصير مني زوجك ان شاء الله الزواج. شو اسوي؟ شنو انا متزوجه زلمه؟ ليش زلمه؟ ليش؟ ليش زلمه؟ احمي بيتك على هسه هاي تصرفاتك مال انثى. او استاذ ممكن تمشينا يعني لو هيك لو هيك اي صدق عم تصير مره مره لا تتجاوز مره غصبا عنك انا افتهمت لو لا ها؟ ما يعجبك قوم اطلع برا لا تكمل. والله حلقة. انا شكتي مره يلا يلا مكياج وشعر شنو مكياج شوف اذا مكياج وشعر شنو يعني نكمل ولا بس عاد خبصتنا كمل يلا استاذ اعطيني كيو هذا لاعب الكاميرون درقبه عنده شعر يلا على عيني رجال خطيه اسمر وعنده شعر كل من عنده شعر لو تتحس بس عاطر استاذ راح اطلع والله من داخل كامل خاطر عندك حساسيه احترام تحس بنقص الشعر عندك فد شيء شعر خلصنا على الاقل على الاقل محترم نفسي يعني وانا محترمك لين البرنامج مالتك والا تعرف غير تصرف راح ارجع راح ارجع باع راح اقول لك حكايتين والله واروح لا 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 اذا ما تحترم نفسك عيني عيني انت اذا ما تحترم نفسك وتقعد مثل عاله ترى ما اقعد افتهمت لا ترى محترمه هاي الناس الواقفه مو على وشك لك انت رجعنا لكم حبايبي الحلوين وحلقه جديده من برنامج نجوم رمضان وراح اسال الفنان كاظم مدلل عن الوجه الاخر لتماره شنو رايك بتماره مو كفنانه والله بصراحه الفنانه تماره ايش بعد ما حاكي شو يتفضل يحكي عن تماره هاي انقطعت مشاله استاذ يلا استاذ كا اي بعد شويه شممها يعني شلون ما كمل؟ ظلت تعتعت تبريد مال سيارتها عاطل اي والله بركي نصلح لي عندك عرف يلا تماره راح يلا استاذ كاظم شنو رايك بالوجه الاخر لتماره؟ والله الحقيقه استاذ بس الدقمه مفتوحه استاذ تماره من فنانات الشابات يعني انت ما تريدين خليني اكمل لا لا يلا ايش فيها؟ اوقف لحظه
استاذ مو تدقون على القميص. بس ايش قد لغت انا حكيت؟ شنو لغت عيب؟ بعد شنو؟ عيب شنو الحكي؟ بعد شنو باسم؟ اوكي استاذ والله انا دا ارتب له قميصه الدقمه كانت مفتوحه. رجلي ترتب له قميصه. مالك علاقه. زميلي. يلا. يلا. مو زميلي كان. يلا حبيبي. يلا صديقي. مو لابس رصاصه حسبالك طالبه مال احكي ابوه. يلا. صل. رجعنا معكم حبايب الحلوين وحلقه جديده من برنامج نجوم رمضان وراح اسال الفنان كاظم يا ذاك من وجهنا ابو بريس كل شيء طاب علينا غير عندنا لقاح احنا قاعد نصور تشعلك والله راح اختنق منك انت شعليك يلا انت شعليك شي خلص هاي الحلقه على خير استاذ ليث هسه ايش بيه انفصام شو ماكو شيء يلا يقول لك يو رجعنا معكم حبايبي الحلوين وحلقه جديده من برنامج نجوم رمضان وراح اسال الفنان كاظم دلل عن الوجه الاخر للفنان المبدعه الدلوعه تمارة شنو رأيك بالوجه الآخر تمارة؟ والله بصراحة الفنانة تمارة من فنانات الشابات إن شاء الله شايف لها أعمال؟ شايف لها عمل واحد منو؟ كان على رزق مسوينه منو؟ على رزق على رزق؟ هي عمل يعني يشيلك يخليك إيه هو عده بس وقف يابا وقف هو شنو شايف الأعمال؟ هي عده عمل ماله بطوبار اي بس يعني اعطيني عمل ثاني اذا تريد المحها قل لي لا ناخذ ضل عليك ناخذ ضل عليك اي قل لي تريد شوف لمعني شوف الفاضي تريد المحها قل لي عدها فلان قول فلان انا شايف لها بس اقول لك انا اريد اشوف الوجه الاخر كله يعبر عليه من السطح انا شنو بعد اكو غيرها عدها انا اريد اشوف الوجه الاخر والله موتني شايف الاعمال قل لي شنو رايك باب الطبار ما راح اسالك اعطيني رايك بيا باب الطبار هسه في شكو ضايق هذا غيران مني اي الحمد لله السنه خمس اعمال نازله الله هو اكبر من هيجي الله هو اكبر منين استاذ؟ من السطح منين؟ والله العظيم الله اكبر بعينك زين يلا وش علي انا بعيني جيرانكم اني؟ يلا يلا باع الغيره باع الحقد ما حد يدز عليكم بسبب هاي الاشياء مالتكم ناس محاطه بشيء واحد فقط مقضيها بس كوميديا وضحك وما اعرف شنو اتحداك اذا انت تشتغل لي دراما اتحداك ما بشتغل دراما اتحداك انت مين داعي بالجو خل نصور هاي لحظه ارجع بالجو شرفك اريد اوجه له سؤال كافي رجعنا معكم حبايبي الحلوين وراح اسال كاظم دلل بالوجه الاخر لتمارة جمال انا بصراحه استاذ باسم ماكو فد وجه ما يعرف يعني يجهله الجمهور نعم تمارة من اروع الممثلات بالتراجيديا قصدك الدراما لا تراجيديا تبتشيك يعني كوميديا اي لا يا كوميديا تراجيديا. يعني قصدك ما تشتغل كوميديا يعني انا اريدك كوميديا ومستحي اقول لك تراجيديا غير تراجيديا جاي اقول لك حددت فاتمنى انه تمثل فد مشهد صغير يعني تبكي بيه ابكي بيه؟ ايه يعني تحسسين انه انت لو تموت لو تموت انت ما امثل لك دير روح ظل بعلتك ليش؟ يعني هل هو عجز من ست فاشله فاشله فاشل ما مو مخش ممثل انت يوم ثاني لو ثالث مال فاشله مالك انت ايش عليك انت؟ وين ناصبينها؟ انت ايش عليك؟ اقول لك انت ممثل دراما كاظم؟ اني؟ ايه هو بس حاطي على المسرح هاي ايش بيها هاي البنيه؟ بيها انفصام؟ لا قبل شوي انا قلت عليك انفصام يا رجل قال لي غيرش قال لي انا قلت عليك انفصام يعني تقول لك لا والله لا شنو انت؟ استاذ وقف تمارة بابا عيب لا تقول عيب محترم نفسي انا عيب انت شنو انت خاف عندك هواي اخوان دقوم اطلع برا دقوم خاف عندك هواي اخوان وصرت مثلهم والله الحمد لله تربيت ولد وحيد وراح الله يرحمه الله يرحمه برحمته الواسعه انت اخذت دوره منو؟ انت صرت ولد بمكانه؟ والله اكو بنات سباعيات اوكي فخر. بس انت فخر. انت اتذكرتي يمكن بهاي مال بهاي مال ابو طبر طلعت ترقص يمكن؟ لا 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 طلعت اكثر مشاهدين حبوك بهذا المشهد ليش؟ مثلتي يعني انت متابعين برامج فاشل يعني انت متابعين برامج فاشل لحظه تدري ايش فاشل؟ اصلا مسلسل ابو طبر ما بيرقص انت فاشل وين رقصت ما شايفك مشهد فاشل شايفك مشهد فاشل ولا تدوخني فاشل فاشل وانا فاشل قوم يلا معك قاعد عمي قاعد فاشل عواد قاعد كاظم اذا ما يعجبك اطلع والله اذا ما يعجبك البرنامج خلت تحترم نفسي هذا احترم نفسي شنو جايب لي خوشي 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 جايب لي ها ما على صيحين بس لا صيحين محترمك لحد الان غصبا عنك وخاطر عيون امك وخاطر انت حسب ما اظنك بنيه لك شو مالك جاخذ من شويه ايش قلبك مصفوف ايه؟ شوفوا عيونها مريض على بالك ما ادري شو تغاضب انا مريض والله انت مريض وانتي بابا خلي احترم الولد اللي قاعدين بالكاميرا انت ما احترمت الولد انت ما احترمت الولد كاظم انا هسه احلفهم من هو محترمينه هم اكثر لا منو انت شو تريد هسه
ها؟ شو تريد؟ تعال تمام احترم نفسك، اقعد بمكانك غصبا عنك انا محترمه نفسي زين؟ لا تخليني عدتك مره لوخ واسوي سالفه ما حلوه، زين لولا ترى بعدك ما تعرفني انت. هاي انت مد ايدك هسه علي؟ امد ايدي عليك وعلي اكبر منك يلا، اذا ما تحترمني واذا تحترم نفسك اشيلك على عيني وراسي، افتهمت لولا؟ يلا انت انسانه مو محترمه. مو قلت لك انت طبعا انت والله العظيم هسه عندك الاحترام. انت انسانة ما محترمة ومريضة نفسيا. ايه انا غار انا غار. بيج مرض نفسي. هاي كيف والله قبل شوي سولفت له على عمالي تخبط خطيط الحمد لله والشكر. وانا من اطلع اعرف شو احكي وياك. يا ليش هنا احكي وياي تعال. تمام لا خليك لا شفت انسانة مو جديرة بالاحترام. لا ايش تحكي وياي؟ لا تمام ايش تحكي وياي؟ انت انسانة مو جديرة بالاحترام. شو تريد تحكي؟ زين؟ تحكي لا والله بنية احترمها بنية لا مو بنية بنية تصير بنية اشوف المقابل بنية احترمها تعال ما عاجبك قوم اطلع برا الاستوديو انا اكمل الحلقه لا تمديني اللي صار مرتين تمديني واسوي سوالف ما تعجبك صار مرتين نزل ايدك يلا نزل ايدك قعدي واحترم نفسك والله جايبين لي هذا انا ادري وين مره وتفضل اطلع برا يلا برا داخل الاستوديو برا 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 جايبين الخوش بالبتاوي انت تفضل اطلع برا والله نزل نزل باروكه طلع على حقيقتك انت تفضل اطلع برا انت اطلع برا صدق قوم اطلع والله انا ما اريدك بالحلقه قوم لا اذا انت صديق واخويا اذا انت تقوم تقوم اذا انت صديق مره ثانيه حتجيبون واحد محترم هسه راح اعطيك جور هسه راح اعطيك جور لا ظل تشوفه ما النسوا سالفتني سوا ترى انا غصبا عنك زين وخوش بني افتهمت لا مره يلا عشتي على اساس اخاف يوم ودا اطلع برا شو تسوي قابل شو تسوي على غفله انفصام غيور والله لا ترجع اذا ما طلع مكبسل اذا ما طلع مكبسل شايل براسك المية تشوف ها شنو هذا جايبي؟ كبسل والله العظيم لا مو طبيعي قبل شوي كان كل شيء ما بي مو كنا بالغرفه يسولف والله اضيع وقتي على متحضر الجناب هذا جايبي لي اياه ايش عنده هو هذا ايش عنده؟ والله ما اريد اذا اجى قلت له يمكن امر جاح تروحين فدوه الزهور على تمشي لك حبيبتي وصديقتي واكيف اروح لها فدوه وانت شنو انت بابا انت من انت؟ انت بكبسل؟ ما علي انت شوي المره انا رجال انا رجال انت انا رجال انت مكبسل تدافع بس مو دافع عنك ضيفتي طبعا دافع عنك تعال لا 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 انت مكبسل تعال مد ايدك دوب لا لا ما اقبل مد ايدك تعال مد مو اخلاقي احكي وياك والله مد ايدك انت مكبسل انت مكبسل انا بدك تمد ايدك انا ويت محترمك اقول مره يلا يلا شنو هذا ملاكي؟ وخر والله العظيم افلش عيونك هسه والله والله اذا تتجاوز والله وروح لابويا امطلك هنا مطل افتهمت؟ يلا اقعدي عفية وروح اطلع برا هو هو انا وشك قعدي دروح ليك دروح مال معمر القذافي يلا 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 نعم من قعدي قعدي هاي الشاطر بيذني القروديات اللي تسوي هنا على المسرح سويت ملابسك قبل ليش هسه عرفت انت اصلا ولد كاميرا خفي ما في تجاوزتي ما في كذاب شو في هذا دوخر شو اسمه؟ ها قام يدور نسوان بس يبوز قبر والله لا ما قدرتك ما قدرت ما قدرت لك لا ما قدرت انه بعنشه طول صدق يعني شاقه والله لا والله شاقه والله تمارا شيل ايدك شيل ايدك تمارا محمود يا محمود تمارا جمال تمارا جمال لحظه قام تمارا انت ما كنت برنامج اسمه نجوم رمضان كنت برنامج اسمه بين كاظم وباسم يعني بين حانه وما بين والبرنامج من اعدادي تقديم هذا البطل المتلبس بالبسيه يعني هسه شنو انت طلعتني ارجع كلها لا طلعت ليش محمر قذافي اعزائي المشاهدين نبث الحلقه زين كلمه اخيره لجمهورك وين كاميرتك وين كاميرتك وين كاميرتي يلا لا تجاوبين بعد اقول لهم ربان كريم ان شاء الله بس لا لا ملاكي طلعت وين المنتجين المخرجين طلعوا هدول ما خوشي ما مسترجلة المفروض يطلع دورة المفروض يطلع لا لا انا اسفة والله بس انت يعني شوف راسي ببطني واحنا كنا حبايب برا مو انا ليش قلت انفصلت انا عبالي كبسة انا مع ابو صدق ببالي حبوب بس زين بس عشان قلت القميص يلا ابو ورقة مو ب 5000 من انجيما وروح ابوك وروح مدلل من قطر ومركب الحسين دبيس خاطر الله قطر بس علي نسوي نذني مو من سوغرت مثل هذا ولك جرتها شكرا لك تمارا شكرا لكم جمهورنا
شكرا جمارة. انسحبت جمارة. جمارة تمارة يا معود، تمارة يا جمارة. شكرا الى الفنانة جمارة تحمود. شو اسمها؟ ما ادري وش اسمك. تمارة جمارة. جمارة تمار. جمارة تمار. تمار. لا خلت اسمعك، خلت اسمع كلمة خير الجمهور. اشكر قناة الحرية والكادر اللي ويانا، واشكر جميع مشاهدين قناة الحرية، وان شاء الله تستمتعون بهاي الحلقة. احنا لك صاحب. راح توسين؟ ونقول كلمة أخيرة. الله يساعد. الضيف الجاي. الجاي. شكرا يا تمارة اختي وحبيبتي. بعد بوز. ها؟ تقولون انثى؟ انطبر. موتت لي زرفتني الزرف. تحياتنا لتمارة حبيبتي واختي وعلى راسي. جمهورنا خليكم باكر ويانا وحلقات تموت. شوفوا الكتل وشوفوا الصارب كاظم مدلل. انتظروني باكر. شكرا لكم.